قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعاقب به المرء في الدنيا، يعاقب وين؟ في الدنيا، فضلا عما يدخر له يوم القيامة. يعني في عنده عقوبتين دنيوية أخروية. ما من ذنب أجدر أن يعاقب صاحبه في الدنيا فضلا عما يدخر له يوم القيامة من قطيعة الرحم. يعني موضوع صلة الرحم مش موضوع اختياري، يعني حاب يمدلي في عمري بصل رحمي، مش حاب وأنا مكتفي ما أوصلش رحمي. لا، على الجهتين بدك توصل رحمك، بس ربنا بيشجعك بيقولك طيب اوصل رحمك اللي هو فريضة عليك وبعطيك كمان زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده في خير يا رب وأتم صحة جميعا يا رب. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة رجب، ورجب خلص، وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شعبان، ان احنا في اول شعبان، وكل سنة وانتوا طيبين علشان ان شاء الله عبال كده رمضان. اللهم يا رب ما بلغنا رمضان فاقدين ولا مفقودين، يهل علينا الشهر الكريم كده وانتوا في اتم صحة يا رب، ومحدش يا رب يفقد اعز ما ليه ابدا، وكل يعني الشهر الكريم يجي علينا وكل واحد متراضى وربنا مرضينا جميعا يا رب. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاي لكم حلقة جديدة من يوميات رنوش، بس مش وصفة. النهاردة بقى اخدكم كده في حتة تانية. النهاردة الحلقة بتاعتنا بصراحة هنتكلم، او موضوعنا هنتكلم في حاجة تانية غير الاكل وغير الوصفات، وهي موضوعنا ان شاء الله النهاردة كده بدون كلام كتير كده وبدون مقدمات، موضوعنا النهاردة عن صلة الرحم. بما ان بقى رمضان قرب واحنا في ايام مفترجة، وان رمضان طبعا شهر الخير، وهو طبعا اللي بيقربنا وبيجمعنا، وانا بحب شهر رمضان جدا جدا جدا، لان انا لو ما روحتش عند حد طول السنه بروح له في رمضان، ولو ما حدش جالي في طول السنه بيجي لي في رمضان. بيقرب الناس من بعضها، فعلا فعلا شهر الخير، شهر الكرم، شهر يعني اللي بيقرب فيه صله الرحم. شهر كله مفاجآت، شهر كله خير، شهر كله كرم، ما شاء الله. يعني يا رب يا رب يا رب يقربوا كده لينا بدون اي متاعب يا رب، ومدوب اي بدون اي مصاعب، وان شاء الله كلنا نبقى في اتم صحه يا رب، و يعني نكمل كده ونقدر بشكل كويس ان شاء الله، وبشكل ديني اكتر، ربنا يقربنا من ربنا اكتر اكتر واكتر، ونقرب من ديننا ونقرب من كده كل حاجه حلوه ان شاء الله في حياتنا. بدون اي تفاصيل كتيره يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. النهارده انا هتكلم معاكم عن صله الرحم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه كده هقول لكم الجمله، هي الجمله معانا النهارده في اول الفيديو كده: سلوهم وان قطع عينكم او قطعوكم. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى انا، او بمعنى اللغه اللي هي البسيطه قوي، يعني لو هم مقاطعينكم انتوا سلوهم، يعني سلوا الرحم، وصلوا الرحم. يا جماعه والله العظيم صله الرحم دي اهم حاجه عند ربنا، متعلقة بعرش ربنا. لو انت سلتي الرحم علاقتك بتبقى كويسة بربنا. يعني ايه؟ يعني صلة الرحم اكنك سلتي، يعني سلتي بالله، يعني صلة الرحم عاملة اكنك قريبة من ربنا كويس قوي، فهماني؟ يعني لو انت سلتي الرحم، لو بعدتي عن الرحم اكنك بعدتي عن ربنا. انا بعرفش اجمل الكلام قوي. لو انت قربتي من يعني من صلة الرحم اكنك قريبة من ربنا. سلوهم حتى لو اقطعينكم. يعني ايه سلوهم لو حتى اقطعينكم؟ يعني لو هم مقاطعينكم ما بيكلمكوش، مفيش صله رحم بينكم، ابدأ انت بالخير، ابدأ انت بالخير دايما، ابداوا انتوا بالخير يا جماعه، ابداوا انتوا بالخير. انت بتعملي حاجه كويسه، ابداي انت بالخير. وصلنا بصله الرحم يا جماعه بتزود الرزق، بتطيل العمر، بتزود البركه في البيت. ويعني عايزه اقول لك ان انت اصلا بتبقي عند ربنا حاجة كبيرة والله العظيم. صلة الرحم مهمة جدا جدا، مهمة بين الإخوات، مهمة بين الإبن والأب والأم والعيلة. صلة الرحم خش في الأرحام كلها، في الأرحام كلها، صلة الأرحام عامة. لازما تسألي من وقت للتاني لو أنت مش لو أنت مش قادرة مثلا تزوري الناس ديت حتى لو بالتليفون. صلة الرحم يا جماعة، أنا بتكلم على الناس القريبين من بعض، الأهل والأقارب، الأم والأب والإخوات،
الناس اللي تاركه اولادها علشان فلوس، الناس اللي عايشه حياتها بحياه تقليديه بحياه تانية خالص، وناس اللي في ربنا وفي عذاب وفي حاجه اسمها انت هتحاسبي عليها اصلا، هي اسمها صله الرحم. ان انت ما بتعبريش الناس ديت، ان انت ما بتساليش عنهم، ان انت متجاهلاهم، الامام، الخلان اللي ما بيسالوش على بنت اخوهم اليتيمه، الخلان اللي ما بيسالوش على بنت اختهم، كل ده يا جماعه صله الرحم. كل ده الدنيا لهواهم، وما شاء الله الفلوس مغمية عيون ناس كتيرة قوي، الحياة الأكل والخروجات والشرب ومش عارفة ايه لغين ناس كتيرة قوي، مخليلهم مش قادرين يفكروا في أعز ماليهم، مش قادرين يعني يفكروا ان في بكرة حساب، في بكرة آخرة، في ربنا. يعني كلنا هنقف قدام ربنا، وأول حاجة هنتحاسب عليها يا جماعة هي صلة الرحم، هي صلة الرحم، والله العظيم هي صلة الرحم. بمناسبة أنا اتكلمت في الموضوع ده النهاردة، بمناسبة إن رمضان على الأبواب، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، ورمضان بيحب اللمة. لو انت في حد يعني زعلانة من حد من أهلك، أنا ما بتكلمش على الصحاب ولا بتكلم على الناس الأقارب، صلة الرحم اللي هم مذكورين في القرآن، يعني صلة الرحم. لو انت مبتعدة عن حد من أهلك، قربي منه، حاولي اللي انت تكلميه، حاولي اللي انت تكلميه، رفعي التليفون على ابوكي لو انت ما بتكلميش ابوكي، لو انت متزوجه وفي بلد بعيده، رفعي التليفون على ابوكي واسالي عليه، رفعي التليفون على امك، ملي عينك من امك، ملي عينك من ابوكي، بكره مش هتلاقيهم معاكي، اشبعي منهم، اشبعي من الناس اللي انت بتحبيها، صلي رحمك بيهم، اسالي عن الناس الكويسه، اسالي عن الناس اللي هو ربنا ذاكرهم في القران، اهلك ثم اهلك ثم اهلك، اسالي على اهلك بعد ما اهلك تهلك. امي ربنا يمسيها بالخير كانت دايما تقول لي مثل كده، يعني لاهلك لا تهلك، معرفش انا بقولها صح ولا لا، يعني ايه؟ يعني انا يعني بتفكيري انا وبخبرتي، لاهلك لا تهلك، يعني لو انت ما اهتمتيش باهلك دلوقتي، مش عارفه اقول لك ايه، مفيش وقت ان انت تهتمي بيها بيهم. الوقت المناسب اللي انت تهتمي بيهم هو دلوقتي، لو انت بجد بجد مزعله حد من اهلك، حاولي اللي انت تصالحيه او تتكلميه او تخشي يعني تصلي الرحم، انت ابدأي بالخير، ابدأي بالخير، عمر ما الخير ابدا هيتقلب شر، طالما انت بتبدأي بالخير عمر ربنا ما هيكسر بخاطرك ابدا. والبني ادم ده فعلا لو هو فعلا يعني ما بتسأليش عليه بقالك فتره وزعلان منك مثلا، ابدأي بالخير، هو عمره ما هيكسفك، عشان انت جاية في خير، انت مش جاية في حاجة وحشة او جاية في شر، انت جاية في خير وجاية تقربي الصلة اللي ربنا قال عليها في كتابه، صلة الرحم يا جماعة، صلة الرحم. عايزاكم بجد تقربوا من صلة الرحم وتسألوا على بعضيكم، مش عشان رمضان بس داخل علينا، انا موضوعي قلته دوت النهاردة ملوش علاقة بالقناة اصلا، بس انا حبيت اتكلم معاكم فيه، لان انا فعلا الدنيا في حاجه كده يعني غشاشه كده او غشامه زي ما بيقولوا على عيون ناس كتيره قوي من ناحيه صله الرحم. ناس كتيره قوي متجاهله الموضوع دوت، ما بيسالوش عن بعضيهم، يعني الاهل، ما بتكلمش على الصحاب، الاهل ما بيسالوش عن بعضيهم. يعني صله الرحم، صله بالله الكريم، صله بالله الكريم، يعني ربنا رابط صلة الرحم بيه، يعني مش عارف اقول لكم ازاي، يعني لو انت مع ربنا كده لازم انت تكوني مع اهلك كده، او صلة الرحم كده، لو انت متواصلة مع صلة الرحم يبقى انت كده ربنا راضي عليكي، لو انت متقطعة مع صلة الرحم ربنا عمر ما هيرضى عليكي، ان ربنا عايزك، ربنا بيقول صلة الرحم وانت كده ما نفستيش حاجة من اللي ربنا قالها في كتابه. صلة الرحم يا جماعة، مش عايز اطول عليكم، صلة الرحم يا جماعة بعد اذنكم لو سمحت، يا ريت الناس تفوق شوية لنفسها كده ويسألوا عن اعز الناس ليهم، يسألوا عن ولادهم، يسألوا عن حبايبهم، يقربوا الصلة يا جماعة، رمضان بيحب اللمة كده، والاهل وكل الناس هتبقى موجودة في رمضان مع بعضها، رمضان بيحب اللمة يا جماعة، ومعنى كلمة لمة الناس الحلوة، الناس الكويسة اللي هم أهلينا اللي يستاهلوا ان احنا نسأل عليهم، حتى لو ما يستاهلوش اسألي عليهم، انتي سبقي بالخير، عمر ربنا ما هيكسفك ابدا طول ما انتي بتعملي خير، اسألي وابدأي انتي بالخير، صلي الرحم وتواصلي الأرحام ببعضها، اسألي على القريب،
واسألي على قرايبك، واسألي على اللي انت ما بتسأليش عنه، وصلي الأرحام، روحي زوري التعبان في أهلك، وزوري دوت وزوري دوت. ربنا هتكوني عند ربنا إن شاء الله حاجة كويسة جدا، عشان انت ابتديتي اللي انت تصلي الرحم. صلة الرحم يا جماعة اللي احنا ما نعرفوش أو ناس كتير أوي ما تعرفوش، هتتحاسبوا عليها على فكرة. مين قالك اللي انت مش هتحاسبي على صلة الرحم؟ صلة الرحم مذكورة في القرآن على فكرة، وليها أحاديث كتيرة جدا جدا جدا، ليها أحاديث كتيرة جدا، يعني مش عارفة أقول لكم، ليها أحاديث كتيرة جدا جدا جدا. واللي مش عارف الأحاديث دي يخش يا جماعة كده على أي قرآن، أو على خش على أي حاجة فيها قرآن أو فيها أحاديث، وانت تعرفي ابحثي عن صلة الرحم كده، وانت تعرفي الكلام ده. شفت أنا بقولك ابحثي، حياتنا كلها بقت عبارة عن سيرج. مش هقولك بقى روحي اسألي حد كبير، أو حد شبع من الدنيا، أو حد خلاص قال أنا شبعان من الدنيا وكفران من الدنيا وبعمل كل حاجة أتحاسب عليها في آخرتي مش في دنيتي، مش في دنيتي. لا أنا بقولك ابحثي، يعني بقولك اعملي سيرش كده وابحثي. مش هقولك اسألي عن حد، اسألي حد شبعان من الدنيا أو قرفان من الدنيا وخلاص، اللي هو ماشي ستريت بقى وبيعمل كل حاجة ربنا قال عليها، بيصلي الأرحام ببعضها وبيزور ولاده وبيعمل كل حاجة كويسة ربنا قال عليها، هتقعد له في آخرته. صلوا الأرحام يا جماعة ببعضها، ويا ريت لو حد زعلان مني محدش يزعل مني، قريب أو غريب بقى. بمناسبة إن الأيام احنا في أيام مفطرة يا جماعة، وأنا طبعا ما كنتش يعني قصدي ان انا ازعل حد، بس هي جت كده والحمد لله قدر ما شاء فعل، وربنا ما يجيب حاجه وحشه تاني يا رب بين اي حد خالص انا اعرفه او ما اعرفوش يا جماعه. سامحوا وصلوا ارحام وبس. انا ما بعرفش ازوق الكلام قوي، ما بعرفش اتكلم، وقلت لكم قبل كده انا مش شيخه ولا انا مفتيه، بس انا بني ادم عاديه خالص. انا واحده بتحب اهلها قوي الحمد لله، الحمد لله بره انا بقى انا يعني الحمد لله انا بره بامي وبره بابويا الله يرحمه الحمد لله، فاكراه في حياته فاكراه في مماته الحمد لله، وبره بامي والحمد لله براضي الكل، وبحاول اصل الرحم بكل اللي حواليا الحمد لله، الغريب قبل القريب، وبسأل على الكل والكل يشهد لي بكده. انا ما بقصرش مع اي حد في حاجه الحمد لله في موضوع صله الرحم ده، اللهم لك الحمد. صلوا الارحام يا جماعه، يا ريت تصلوا الارحام ببعضكم، يا ريت اسالوا عن بعض، حبوا بعض يا جماعه، حبوا بعض، احنا ماشيين وسايبينها. صلوا الارحام ببعضها علشان هتتحاسبوا وهتتسالوا عليها. يا ريت يا جماعه تصلوا بعض، يا ريت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصلني وصل بالله، ومن قطعني قطع الله. انا مش حافظاه على فكرة، انا بقول لكم الصراحة هو قدامي. الرحمة متعلقة بعرش تقول: من وصلني بالله من قطعني بالله. يعني انتي لو انتي فعلا زي ما قلت لكم، لو انتي متواصلة مع ربنا لازم تكملي بقى للاخر، تواصلي مع صلة الرحم، اسألي على الناس اللي انتي بتحبيها، حتى لو انت مش حباه او هم حابينك، اسالي واعملي اللي عليكي وبس، اعملي اللي ربنا قال عليه في كتابه. صله الرحم يا جماعه، صلوا الارحام ببعض، يا ريت تسالوا عن بعض. صله الرحم بتزود والله العظيم الرزق، وبتزود البركه، وبتطيل من العمر، بتطول من العمر بجد. صلوا الرحم واسالوا عن بعضيكم، ويعني هي مش دايما لحد. في اخر الفيديو محدش يزعل مني، لو حد بجد زعلان او شايل مني ما تزعلش. هي جت كده والحمد لله قدر ما شاء فعل، محدش يزعل مني يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين جميعا. صلوا الارحام يا جماعه، وربنا يا رب يا رب ما يقطع لنا عاده جميعا. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. لو انت مش مشتركه خش اشتركي حالا، واعملي حطي لايك على الفيديو دوت، ولو ما حطيتيش لايك برده مفيش مشكله. واقول لكم دلوقتي في اخر الفيديو: كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم بخير يا رب جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.